جديدة من برنامج عين على الإمارات. أنا رشا عبد الهادي معكم في هذه الحلقة. في البداية نتابع مجموعة من الأخبار التي شهدتها دولة الإمارات في الأسبوع الماضي. وفيها أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانونا اتحاديا يقضي بإنشاء منطقة حرة تسمى سوق أبو ظبي العالمية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بهدف الترويج لمكانة العاصمة الإماراتية كسوق عالمية رائدة ولتطوير اقتصادها. وسيتم إنشاء المنطقة الحرة في جزيرة المارية في أبو ظبي، كما سينشأ فيها سلطات عدة هي مكتب مسجل في السوق العالمية ومكتب تنظيم الخدمات المالية ومحاكم السوق العالمية، تتمتع بميزانية مستقلة وتمارس عملها باستقلالية حسب أنظمة السوق العالمية. تمكنت وزارة المالية الإماراتية من تحصيل ما نسبته 52% من إيرادات الحكومة الاتحادية من رسوم الخدمات الإلكترونية، وأظهر التقرير السنوي لوزارة المالية في الإمارات لعام 2012 الذي صدر مؤخرا أن الوزارة انتهت من إعداد 7 مشاريع قوانين جديدة ورفعتها إلى الجهات المختصة بهدف تطوير أساليب العمل المالي الحكومي في الدولة، منها قانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة وقانون تنظيم قطاع الخدمات المالية وقانون إعادة الهيكلة المالية في الحكومة الاتحادية. أعلنت حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية عن تسديد سندات الدرهم المستحقة في 23 من أبريل 2013 بقيمة 3,300,000,000 درهم التي تمثل جزءا من السندات المصدرة في 14 من أبريل 2008 في إطار البرنامج المتوسط الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار درهم. وأوضحت دائرة المالية أنها قامت باسترداد كافة السندات الكاملة باستيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة، وذلك من خلال وكيل الدفع. أظهر استطلاع أجرته CNN International أن دبي هي المقصد السياحي الأسرع نموا وأفضل فرصة لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط، وقد احتل كل من الأمن والسلامة الأهمية الأكبر عند المسافرين الذين شملهم الاستطلاع، وذلك بنسبة 67%، وركز 60% على عامل الكلفة، بينما شدد 58% على عامل السمعة، و 55% يعتبرون أن المعرفة وتوفر المعلومات هي الأهم، بينما ركز 54% من المشاركين في الاستطلاع على التسهيلات والمزايا والنشاطات المتنوعة التي يستطيعون القيام بها. استطاعت إمارة دبي العام الماضي استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ب 27 مليار دولار وبنمو وصل إلى 114% مقارنة ب 2011، وبلغ عدد الشركات المتدفقة على الإمارة 77 شركة في ظل تجدد النشاط الاقتصادي في قلب إمارة دبي وزيادة فرص الاستثمارات الواعدة في مختلف قطاعاتها. ومن هنا جاء ملتقى الاستثمار السنوي في دورته هذا العام لتعزيز هذا النمو. تشير الإحصائيات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بلغ نحو 1,300,000,000,000 دولار، وتم توجيه 52% منها للدول النامية عام 2012، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1,400,000,000,000 دولار عام 2013 نتيجة للتحسن في البيئة الاقتصادية الكلية الدولية وامتلاك الدول النامية لمعدلات نمو مرتفعة مقارنة مع الاقتصاديات المتقدمة كما يشير الخبراء. وعلى هامش ملتقى الاستثمار الثالث الذي عقد في دبي، أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أن دولة الإمارات تمتلك مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مدعمة ببنية حديثة متكاملة وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية. في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مقومات اقتصادية وبيئية استثمارية مدعمة ببنية تحتية حديثة جدا ومتكاملة. هناك المطارات، الموانئ، الاتصالات، المواصلات بشكل عام، الخدمات اللوجستية، كلها ذات تنافسية عالمية. مشيرا إلى أن الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر توافر ونوعية الطرق المعبدة. وفي ظل هذا الإطار ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على إمارة دبي عام 2012 بنسبة 26% لتصل إلى نحو 27 مليار درهم، مشكلة بذلك ما نسبته 1.6% من إجمالي المشاريع الاستثمارية العالمية.
ويتوقع الاستمرار في النمو بنفس الوتيرة خلال عام 2013 نتيجة تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الدولة بشكل عام، والتي من المتوقع أن تصل إلى 4%. يعني ما نشوف اليوم على أرض الواقع هي الاستقرار الاستثماري، المناخ الاستثماري اللي تتمتع بدولة الإمارات العربية المتحدة أثبت أن هي البيئة الصحيحة وهي البيئة السليمة، ونجد الآن كثير من التدفقات ورؤوس الأموال ترجع إلى المنطقة في كل المجالات حقيقة. وتتويجا لجهود دولة الإمارات في هذا المجال، فقد حققت المرتبة الثانية عربيا والثالثة إقليميا كأفضل الوجهات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة، بعدما وصل إجمالي الاستثمارات فيها خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو 73 مليار دولار. وعلى هامش مؤتمر الاستثمار، أشار المدير التنفيذي للعلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حمد الماس، أشار أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنحو 6.5% خلال عام 2013. دائرة التنمية الاقتصادية اليوم لها دور حقيقي في تنفيذ الرؤية الاقتصادية وتحقيق أهدافها، وهي تنويع في الاقتصاد الوطني لإمارة أبوظبي من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد المعرفة. وطبعا في هذه الأجندة اللي هي الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، 12 قطاع مستهدف، منها الأولوية إلى قطاع التعليم والصحة، بعدين عندك الطاقة البديلة، بعدين أويل أند غاز سيرفيسز، بعدين عندك البتروكيماويات، وبعدين عندك القطاع المالي، السياحة. من الرؤية الاقتصادية إمارة أبوظبي مركزة على أن النمو الاقتصادي يتراوح من 6 إلى 7%، ونرى اليوم أن سنة 2011 النمو الاقتصادي كان 6.8%، والمتوقع لسنة 2012 يكون في هذا الحدود من 5 إلى 6 إن شاء الله. وطبعا هذه مرتكزة على عدة عوامل رئيسية في اقتصادنا الوطني، وطبعا المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني لإمارة أبوظبي هي الطاقة اللي هو البترول والغاز. هناك استثمارات كبيرة من إمارة أبوظبي في البنية التحتية، طبعا عندك ميناء الشيخ خليفة لا يخفى عنكم، عندكم كيزاد منطقة صناعية متخصصة، وطبعا زونسكور منطقة صناعية متخصصة أيضا. وطبعا هو الانتقال من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد المعرفة يحتاج إلى انتقال والاستثمار في قطاع الصناعة، ومن هذه القطاعات عندنا قطاع الطيران، عندنا قطاع الصناعة الثقيلة، عندنا هنالك شركات أجنبية كثيرة جات في هالمجالات، وطبعا كانت مساهمة في الناتج المحلي في سنة 2011 تقريبا 10% من قطاع الطاقة، الأويل أند غاز سيرفيسز 10% كان في الفنادق والسياحة. لا، في أرقام كثيرة، لكن الأرقام تختلف من دولة لدولة، وطبعا هنالك شركاء استراتيجيين، هنالك في تبادل تجاري بينه وبين عدد كبير من الدول. وإمارة أبوظبي بالذات يعني لها الخاصة المميزة في علاقاتها السياسية الاقتصادية مع جميع الدول، وإحنا الحمد لله نرتكز على عدة عوامل، هي بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وبناء علاقات اقتصادية مع كثير من الدول، والاستفادة من خبراتهم وممارساتهم، والعمل سويا في تطلع إلى أن نتغلب على التحديات العالمية. وصلت حجم الاستثمارات في إمارة الفجيرة إلى أكثر من 4 مليارات درهم في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، جاء ذلك نتيجة لجذب المنطقة الحرة في الفجيرة لها. هذا ما أوضحه السيد شريف العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في اللقاء التالي. المنطقة الحرة ساهمت بشكل كبير يعني في 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 الحركة الاقتصادية بالإمارة بشكل متميز، يعني بعدة أشكال. يعني الطريقة الأولى والواجهة أن استقطبت مشاريع مختلفة صغيرة وكبيرة، فبالتالي أثرت على الحركة الاقتصادية سواء من استيراد، تصدير، استخدام الخدمات في الإمارة. يعني الإحصائيات تبين أن آخر 3 سنوات 2010 و2011 و2012 من ناحية استيراد والتصدير، مثلا في الاستيراد الإمارة تمثل المنطقة الحرة تمثل 70% من 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 استيراد الإمارة عن طريق الإمارة، مع التصدير حوالي 54%. هذه الأرقام يعني مثلا الآن مثل الـ3 أشهر الأولى حاليا عندنا عملية التصدير 1.276 مليار،
مقابل 800 مليون، يعني حتى الآن في زيادة 70%. حركة الاستيراد اللي هي طبعا عفوا الاكسبورت 1,247,766,000 مقابل 520 مليون، ففي زيادة بعد نسبة كبيرة توصل إلى يعني الفرق الأول حوالي 500 مليون أو نص مليار زيادة في الربع الأول، الشق الثاني 370 مليون، فنتكلم عن 70% إلى 40%، هذه حركة زيادة حصلت بس في عام 2013. حدثنا أكثر عن نتائج جذب هذه الاستثمارات لمدينة الفجيرة، كيف لنا أن نرى تأثيرات هذه الاستثمارات؟ يعني النتائج في مشاريع متميزة، مشاريع تتمثل، يعني مثلا في عندنا مشاريع اجت في الطاقة الشمسية، يعني حجم صادراتها توصل حوالي 1 مليار درهم سنويا. المشروع هذا الآن دخل في المرحلة الثانية في المودل ميكينج أو الطاقة الشمسية، عندنا شركات مختصة في توفير الخدمات البترولية. هذول يعني في المنطقة الحرة الآن أكثر من 12,000 عامل، العامل هذا طبعا راح يستخدم الخدمات الأساسية في الإمارة، سواء كانت تعليمية، صحية، تجارية، شرائية، قوة شرائية، سكنية. إذا ما أخذنا في الاعتبار شريحة العمال باعتبار أن دخلهم الشهري محدود، كيف تؤثر هذه الشريحة على القوة الشرائية في إمارة الفجيرة؟ احنا نتكلم نسبة وتناسب، يعني في مشاريع طبعا يتكلموا جميع المسؤولين على مستوى الدولة في الإمارة، احنا ندور مشاريع اللي لها قوة عاملة متميزة او نسب متميزة. احنا نتكلم مشاريع الان الاخر 5 سنوات بدأت تتنقح، صارت نسبة العمال البسيطة قليلة، لكن ما نقدر نستغنى مثل شركة مقاولات مضطر انت تحتاج العامل، فانت تحتاج من جميع الشرائح، الشرائح تستخدم سكن عمال وفي شرائح تستخدم شقق، فبالتالي النسب أنا أتكلم إن خلال السنوات الماضية بدأت تتحسن، الآن صارت شركات متميزة تشتغل في R&D اللي هي تطوير البحث والتطوير، عندنا مؤسسات تتعامل مع جامعة الإمارات في عملية البحث والتطوير، عندنا الآن بعض الشركات بدأت تدخل في إنشاء أكاديميات متخصصة في الميكانيكال إنجينيرينج، فهذا لها تأثير. نوعية الناس اللي بتعمل سواء كانوا محاضرين، سواء كانوا مدربين، أو سواء كانوا مهندسين، هذه كفاءات تساهم في القوة الاقتصادية. هناك سياسة محددة لحكومة الفجيرة في توجيه الاستثمارات في الإمارة، طبعا من خلال المنطقة الحرة في الفجيرة وغيرها، هل لك أن يعني تسرد لنا هذه القطاعات؟ نبدأ القطاع الصناعي بذاته اللي هي تخدم المشاريع المتوسطة والأعلى شوية اللي هي معنية بالعلاج واللي هي المنتاج والصناعة والتولي اللي هي أساس تخلق بنية تحتية للصناعات. القطاع الملاحي مهم جدا وما يخدمه، القطاع الملاحي والبحري مهم جدا، سواء الشحن أو خدمات الشحن أو السفن، القطاع الطيران، القطاع المدني او ما يسمى الافيشن اندستري او القطاع الطيران عفوا، السياحي نفسه، الخدمات اللي تخدم الخدمات الفندقيه، المواد الاوليه اللي ممكن تستخدم في دعم هذول اللي هي التمويل، يعني اليوم في دوله الامارات في اكثر من 300,000 غرفة فندقيه تحتاج الى خدمات تمويل مواد أولية، سواء من مواد تنظيف، مواد، فأنا لو ركزت على هذه الشرائح خلقت سوق. خدمات التقنية العليا تخدم الشرائح التعليمية للتدريب للقسم الهندسي، شريحة البترول هذا احنا ننظر لها، يعني اليوم الإمارة استطاعت على مدى السنوات الماضية تقريبا العقد الماضي خلق منطقة بترولية متخصصة، فبالتالي أصبح نوع من القوة أو استدامة في هذا المجال، فإذا أنت توزعت في المجالات المختلفة تعطيك أريحية. فالخمس قطاعات: السياحة، الملاحة، الصناعة، التعليم، البترول. فاصل، نعود بعده لمتابعة عين على الإمارات، وفيها نزور معرض الإمارات للوظائف، ابقوا معنا.
movements so perfect, you'd hardly think they were made by humans. للإعلان على شاشة CNBC عربية يرجى الاتصال على الأرقام التالية. قطرة من نور، قطرة من حركة، قطرة من ازدهار، قطرة من نار، قطرة من طمع، قطرة من صراع، قطرة تختصر الحضارة البشرية كلها. النفط والطاقة على شاشة CNBC عربية. أهلا بكم. عند سؤالي لمحمد العبار الرئيس التنفيذي لشركة إعمار عن أسباب تراجع الأرباح في الربع الأول لعام 2013، أوضح العبار أن النظام المحاسبي لدفتر المبيعات هو نظام معقد ولكنه معروف لدى المستثمرين الأذكياء، حيث أنه لا يمكن حساب مبيعات العقار إلا بعد تسليم المفتاح للزبون. التقرير التالي يسلط الضوء على نتائج الشركة ومشاريعها. أكد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار أن الشركة ستبقى من المستثمرين الرئيسيين في أملاك، وذلك في ظل عودة الحياة للقطاع العقاري في الإمارات. لا والله، نحن من المستثمرين الرئيسيين في أملاك، ونحن نؤمن بمستقبل وعمل والنمو اللي صاير في القطاع بصفة عامة، وهذا المردود قوي صراحة على نشاط أملاك، فنحن بالعكس نحن إيجابيين على كل عمل أملاك وعلى استثمارنا فيها. وعلى هامش المنتدى الإفريقي للأعمال 2013 الذي أقيم في دبي، أوضح العبار لCNBC عربية أن نجاح نشاط الشركة في الاثني شهرا الماضيين وارتفاع مبيعاتها محليا وعالميا سيبقي على أنشطة الشركة المستقبلية. والله أعتقد يعني هو باين من نشاط الشركة خلال ال 12 شهر الماضي، ومن خلال الـ 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 النجاح الحمد لله رب العالمين لجميع أنشطة الشركة في مبيعاتها، سواء كان في مبيعات في الأخيرة أو الجديدة دوليا أو محليا، بأن ما شاء الله المبيعاتنا في مستوى مميز، وأنشطة البناء كذلك في مستوى ممتاز، ونتمنى إن شاء الله أن السوق مستقبلا جيد. وعند سؤال العبار عن أسباب تراجع الأرباح في الربع الأول لعام 2013 بنسبة 8% مقارنة بنتائج الربع الأول للعام الماضي، أوضح أن النظام المحاسبي لدفتر المبيعات هو نظام معقد ولكنه معروف لدى المستثمرين الأذكياء، حيث أنه لا يمكن حساب مبيعات العقار إلا بعد تسليم المفتاح للزبون. والله لازم المستثمر الشاطر يعرف أن هناك في نظام محاسبي، والنظام المحاسبي الآن يعتمد أن ما تبيعه من عقار لا يرجع إلى حساب الأرباح والخسائر إلا بعد تسليم المفتاح للزبون، وهذا نظام محاسبي صعب، ولكن المهم المستثمر الشاطر دائما ينظر إلى دفتر المبيعات، فالمستثمر الشاطر عارف أن دفتر مبيعات عمارة قوي للسنوات القادمة كلها الحمد لله.
وبالانتقال إلى استثمارات إعمار في الخارج، أكد العبار أنه لا يوجد أي تأثير في استثمارات الشركة في مصر بسبب الأسعار الخيالية للسوق العقاري الذي انعكس على حجم المبيعات. لا، ما في تأثير في عملنا في مصر، والسبب الرئيسي هو أن احنا صراحة قيمة العقار الموجودة في مصر عندنا أسعار خيالية الحمد لله رب العالمين، مستوى ممتاز، حجم مبيعاتنا لازال جيد، ونتمنى إن شاء الله أن الوضع في يعني يستقر في مصر، لأن مصر بلد غالي علينا، فالله يسهل عليها ويسهل على أهلها إن شاء الله. أخيرا أوضح العبار أن توسعات شركة إعمار في الخارج تعتمد على الأداء الإيجابي لقسم الدراسات الذي يعمل على مدار السنة. كشف معرض الإمارات للوظائف عن بوابة لتوظيف المواطنين تزامنا مع أحدث التوجهات السائدة في عملية التوظيف الإلكتروني، وشكل الحدث فرصة متكاملة لتلبية احتياجات الباحثين عن وظائف والجهات الموظفة على حد سواء. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. ركز معرض الإمارات للوظائف في نسخته 13 لهذا العام على استراتيجية إيجاد فرص العمل للمواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى تشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. ويكتسب المعرض الذي يشارك فيه ما يزيد على 150 شركة حكومية وخاصة زخما متزايدا في ظل إعلان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري إعلانه أن عام 2013 هو عام التوطين، إذ سيتاح للكوادر الإماراتية حرية الاختيار ضمن باقة متنوعة من الوظائف المتاحة من خلال الشركات المشاركة من 10 قطاعات مختلفة من الأنشطة الاقتصادية مثل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات المالية والتعليمية. وقد أطلق معرض الإمارات الوظائف بوابة إلكترونية لتوظيف المواطنين، وذلك قبل أيام من افتتاح المعرض، تتمثل مهمتها الأساسية في تسهيل وصول المواطنين الإماراتيين الباحثين عن العمل إلى باقة عريضة من الوظائف التي تتوافق مع تطلعاتهم وإمكاناتهم. وهالسنة طبعا أطلقنا بوابتنا الإلكترونية، نحن أطلقناها الأسبوع الماضي، ولحد الآن تقريبا عندنا أكثر من 200 وظيفة في خلال أسبوع فقط، فنقدر نقول أن المعرض يتطور وكل سنة يكون عندنا أنشطة زيادة أكثر وأكثر. وسجلت الإمارات أعلى معدل بطالة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ بلغ معدل البطالة بين الإماراتيين 8% خلال عام 2012، بينما بلغ معدل البطالة العام في الدولة 4.6%. ولكن خبراء اقتصاديين أكدوا أن زيادة نسبة التوطين سنويا ولو أقل من 5% كثيرة بالقضاء على البطالة بين المواطنين، ونبهوا في الوقت نفسه إلى أن البطالة مرشحة للزيادة في ضوء وجود 8,000 خريج سنويا. اتصالات طبعا شركة عريقة في التوطين ومعروفة، اليوم في المؤسسة أكثر من 2700 مواطن بنسبة حوالي 43%، كذلك اتصالات تشتغل في دول ثانية غير الإمارات، تشتغل في 15 دولة خارج الإمارات. هدفنا في اتصالات مو فقط التوطين فقط، ولكن التوطين ونخلق كادر مواطن قوي، وهذا طبعا واضح من خلال وجود الإمارات اتصالات في كثير من الدول، والدول الجديدة اللي افتحت الإمارات معظم قياداتها من الاتصالات من الإمارات. وتتراوح نسب التوطين بين 6% و55% في قطاعات الطيران والسياحة والاتصالات والصناعة والنفط، بالإضافة إلى القطاع الحكومي، بينما ارتفعت نسبة التوطين إلى 90% في وظائف الإدارة العليا بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، في حين لا تتعدى 40% في القطاع الحكومي بأكمله. أطلقت مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب مسابقة بالعلوم نفكر من خلال المعرض الوطني الأول للابتكارات العلمية الشبابية، والذي أقيم في دبي، وهي مبادرة تهدف إلى جذب الشباب الإماراتي من عمر 15 وحتى 24 عاما على اختيار العلوم كتخصص لدراساتهم ومن ثم كمجال للعمل فيه. أطلقت مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب مسابقة بالعلوم نفكر من خلال المعرض الوطني الأول للابتكارات العلمية الشبابية الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي، وهي مبادرة تهدف إلى جذب الشباب الإماراتي على اختيار العلوم كتخصص لدراساتهم ومن ثم كمجال للعمل فيه. تركيز هذا البرنامج يعني بالأخص في مسألة تحفيز الطاقات الشبابية لحب مادة العلوم،
طبعا لا يخفى على أحد هناك حاجة كبيرة لكثير من الطاقات الشبابية المتخصصة في المواد العلمية. مشاريع الدولة يعني الكثيرة والكبيرة تعتمد على طاقات علمية، فهذا هو المستقبل. فمن المهم أن نواكب المستقبل، ومن المهم أن نحن نهيئ الكفاءات الشابة في هذا القطاع. وحازت الابتكارات العلمية المشاركة في المعرض والتي بلغت 160 مشروعا على اهتمام واسع من قبل آلاف الزوار والمشاركين في المعرض، حيث كان العلماء من الشباب المشاركين يقدمون عروضا طيلة ساعات المعرض لبعضهم البعض، ويتواصلون في ذات الوقت مع ممثلي القطاع الخاص والشركات، سواء من زوار المعرض أو الهيئات التي شاركت في الملتقى المقام خلال المعرض، والذي شهد إسهام أكثر من 18 شركة من القطاع الخاص. هو مخترع، هو عبارة عن جهاز نعيد فيه تصنيع مياه، تكرير مياه الصرف الصحي باستخدام طاقة ضائعة بالمصانع، اللي هي الطاقة الحرارية من الإكزوستات، البيرنرز، الحراقات. الفكرة من المشروع أنه إحنا نستغل طاقة حرارية ضائعة، وكمان المياه اللي ينتجها المصنع ممكن نستخدمها في مصانع البترول بالمبادلات الحرارية، أو نستخدمها كمياه ري، أو بعد ما نعيد ندخلها لمرحلتين ثانية بترجع مياه صالحة للشرب. سيتم إعلان الفائزين في المسابقة في شهر يونيو القادم تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، فيما سيتم اختيار سفراء برنامج بالعلوم نفكر الذي طرحته المؤسسة، مما يحقق واحدا من أهم أهداف البرنامج، وهو متابعة الفائزين من المواهب الإماراتية الفذة وتوفير الإرشاد للمشاريع الفائزة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج عين على الإمارات، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.